شهدت سوق الصرف تراجعاً جديداً لقيمة الريال الوطني مقابل العملات الخارجية، متأثراً بتصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حول توقف صادرات النفط وعجز الحكومة عن دفع مرتبات الموظفين. وقال مصرفيون ليمن شباب إن سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفع إلى 1203 ريالات للشراء و1217 ريالا للبيع، كما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 320 ريالا للشراء و225 ريالا للبيع. وكان رئيس مجلس القيادة قد أوضح خلال مقابلة مع قناة العربية أن الحكومة ستواجه ابتداء من هذا الشهر مشكلات في مسألة صرف المرتبات بسبب اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على الموانئ النفطية، والتي تسببت في توقف تصدير النفط عقب إغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن 6 أشهر. وكان البنك المركزي قد حقق نجاحا طفيفا تمثل في تحقيق استقرار في سعر صرف العملة المحلية خلال العام 2022 بعد موجة ارتفاع وعدم ثبات في قيمة الريال أمام العملات الأجنبية. للحديث حول هذا التراجع للعملة الوطنية ينضم معنا الصحفي الاقتصادي وفيق صالح. سيد صالح، أهلا وسهلا بك. أسباب تراجع العملة أمام العملات الأجنبية اليوم؟ أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد. طبعا الأسباب المرتبطة بتدهور قيمة الريال اليمني مجددا في أسواق الصرف هي أسباب قديمة جديدة، لأنها مرتبطة بعوامل الحرب وبعوامل غياب الإصلاحات وبعوامل أيضا المشاكل الاقتصادية التي أفرزتها الحرب والانقسام النقدي والمصرفي وتشتت الموارد المحلية وتعطل صادرات النفط والغاز. مؤخرا بعد الهجمات الحوثية التي استهدفت منشآت وموانئ تصدير النفط اليمني في محافظة حضرموت، حدث تعطيل مؤقت لعملية تصدير النفط اليمني، وبالتالي هذا أثر على عائدات الحكومة اليمنية من النقد الأجنبي، وأيضا انعكس سلبيا على أسواق الصرف وأدى إلى ارتفاع وتيرة الطلب والمبالغة بالعملة خارج أطر الاقتصاد الحر وخارج أطر الأسواق الرسمية المعترف بها والمعتد بها من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية. وبالتالي هذا التهافت وهذا الاندفاع في السوق السوداء للحصول على العملة الصعبة والنقد الأجنبي اللازم لتمويل استيراد المشتقات النفطية وبقية أنواع السلع الأساسية والاستهلاكية ألقى بظلاله على قيمة الريال اليمني واستقرار أسعار الصرف، وأدى إلى ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وبالتالي هذا كله انعكس سلبيا على الوضع المعيشي للمواطنين وعلى تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية. طيب الآن ما هي الخيارات المتاحة أمام الحكومة يعني في الوقت الراهن للعمل على إعادة استقرار سعر الصرف للريال اليمني؟ أعتقد الحكومة أولا يجب عليها أن تفعل كافة الصادرات وتحمي المنشآت النفطية حاليا من الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي عبر إعداد منظومة حماية، منظومة دفاع جوي، ومن ثم البدء بإصلاحات اقتصادية وتفعيل السياسة النقدية للبنك المركزي والسيطرة على مجمل النشاط المصرفي، إضافة إلى السيطرة على الموارد المحلية وبرنامج تقشفي إصلاح في كافة المؤسسات التي ينفرها الفساد، إلى جانب التقليل من عملية الفاردات التي تستنزف النفط الأجنبي في السوق المحلية وتؤدي إلى تدهور قيمة الريال اليمني. بالتالي لابد أن يكون هناك منظومة متكاملة من عملية الإصلاحات الاقتصادية تبدأ أولا من زيادة وتنمية الموارد المتعلقة بالنفط الأجنبي إلى ترشيد النفقات الحكومية من العملة الصعبة ومن الريال اليمني، وكذلك تنظيم عملية الواردات بحيث يكون هناك توازن بين الميزان التجاري للدولة بحيث لا تزيد الواردات عن الصادرات وتؤدي إلى اتساع الفجوة التي هي أيضا تتسبب بانهيار قيمة الريال اليمني. نعم، الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، كل الشكر لك.
Thank you.